انا وانتي امبارح كنا متحمسين قوي لماتش النهارده. طبعا الناس كلها عارفه ان انا اهلاويه، بس مش عارفين انتي اهلاويه ولا زملكاويه. المهم يعني امبارح عشاق الاهلي تابعوا مباراه الفريق مع جورماهيا الكيني، واللي فاز في المارد الاحمر بثلاث اهداف مقابل صفر، واللي اتلعبت طبعا في العاصمه الكينيه نيروبي ضمن طبعا منافسات دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. والحقيقه الفريق امتلك الملعب وشكل مجموعه كبيره من الهجمات واظهر خطورته وحقق الهدف من المباراه والفوز بثلاث نقاط. يا دينا شايفه الحماس؟ كانت متوقعه عشان انا قلت لك الاهلي هيكسب. شايفه الحماس؟ طبعا كمان لعبت الاهلي، توقعت امبارح فوز الاهلي، وانا توقعت اول امبارح فوز الزمالك. طبعا كمان لعبت الاهلي استغلوا طبعا الارتباك اللي ظهر على فريق جورماهيا في الدقيقة ال 14، ونجح كمان في تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد هو طبعا اللعيب رامي ربيعة، وبعد الدقيقة واحدة نجح الأهلي عن طريق بريسيتو في إنه كمان يسجل الهدف الثاني، وبعدها استمرت الهجمات الخطيرة للأهلي، وفي الشوط الثاني سجل بريسيتو تاني بريسيتو أيضا الهدف الثاني ليه والثالث للفريق علشان تنتهي المباراة بالنتيجة اللي تريح الفريق في مباراة العودة بالقاهرة. خلونا نستقبل معاكم الناقد الرياضي عمرو يوسف للتعليق عن احداث المباراه وعن الاستعدادات الاهلي لماتش العوده. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا في البدايه الف مبروك للنادي الاهلي على فوزه امبارح، وكنا عايزين نعرف كده من حضرتك اهم النقاط الايجابيه اللي فعلا ظهرت على ماتش امبارح ولعبت الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيستغل مشواره في الدفاع عن اللقب الافريقي امبارح رغم سوء أرضية الملعب ورغم الحرارة والزخم الجماهيري في الاستاد بتاع كينيا امبارح، لكن شفنا طبعا عودة بعبع أفريقيا. دايما زي ما بنقول النادي الأهلي مرعب جميع الفرق في الفرق الأفريقية، اللي هو يعني سمعنا برضو امبارح تعليق مهم جدا من المعلق الجميل الإماراتي اللي بحييه يعني عامر عبد الله، اللي قال لك إن النادي الأهلي مضاد للاكتئاب. يعني دي طبعا كانت كلمة إيجابية جدا. يعني طبعا شفنا إبداع النادي الأهلي امبارح، وشفنا تألق الشناوي وتألق بيرسيتاو وإحرازه هدفين، وشفنا تألق رامي ربيعة في الهدف الأول. وطبعا التشكيل اللي ابتدى بيه النادي الأهلي امبارح كان الشناوي ويحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان، أكرم توفيق، إمام، الشحات، تاو، بيرسيتاو، وسام بن علي. طبعا النادي الاهلي لعب بخطه 4 3 2 1 امبارح، تمام، وشفنا الشوط الثاني بعض التغييرات منها طبعا طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشه، ويعني طبعا الحمد لله النادي الاهلي طلع بكل ايجابيات المباراه امبارح والفوز بثلاث اهداف. طب استاذ عمرو، يعني خليني اقول لك في ماتشات كتيره الفرقه اللي احنا بنشجعها او اي فرقه بتفوز هي بنقول هم فازوا بس كان الاداء معرفش ايه والكلام ده كله، ولكن انا رايي الشخصي المتواضع جدا ان الماتش امبارح كان حلو جدا واللعيبه فعلا مستواهم كان كويس جدا. يعني احنا فعلا بنبقى متخوفين من ارضيه الملعب والكلام ده كله، حتى في ماتش الزمالك كان عندنا نفس التخوف، ولكن الحمد لله ربنا نصرنا زي ما بيقولوا. ولكن احنا شايفين ان المستوى زي ما قلت بتاع نادي الاهلي امبارح كان عظيم، فانا عايزه اتكلم عن مستوى اللاعبين وتقييم كمان الصفقات الجديده، خصوصا طبعا يحيى عطله ده من ضمن الصفقات واللي شارك كمان في المباراه امبارح من ضمن الصفقات اللي انا شايفاها يعني رابحه زي ما بيقولوا. طبعا زي ما قلنا طبعا النادي الاهلي لعب بشكل ايجابي جدا وبال يعني بشكل هجومي قوي جدا، وقدر ينهي المباراه طبعا في بعد الهدفين اللي ورا بعض طبعا في الدقيقتين ورا بعض. وبالنسبه ليحيى عطيه الله انا شايف ان هو يعني هو طبعا لعيب كبير وكل حاجه، لكن لسه ما انسجمش قوي مع الفريق. مع الوقت ان شاء الله هيكون منسجم مع خط الدفاع وهنشوفه اكيد بمستوى اقوى من المستوى اللي شفناه بيه امبارح. وطبعا يعني برضو احب احيي تاني الكابتن محمد الشناوي، شفنا تألقه امبارح ورا خط الدفاع، وان شاء الله مع الوقت هيخش يحيى عطيه الله في التشكيله. انا شايفه ان يحيى يعني بجد من الصفقات الموفقه، ويحيى هيبقى في حته ثانيه مع النادي ده، وافتكر كلامي ده. اكيد اكيد طبعا ده لعيب كبير جدا، ومنتخب المغرب مؤخرا يعني كفايه الانجاز اللي عملوه في كاس العالم الاخيره المركز الرابع، وشفنا الاداء العالمي طبعا لمنتخب المغرب، فاي لعيب مغربي دلوقتي بيبقى
يعني صفقة إيجابية جدا لأي فريق مصري طبعا، وإضافة كمان. طيب عايزين برضو نعرف رأي حضرتك في مباراة العودة، عودة الأهلي طبعا، وضمن الصعود لدور مجموعات بعد طبعا النتيجة الكبيرة اللي حققها. لا طبعا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر على يعني خلاص، هو كده يعتبر انها المباراه زي ما بنقول يعني في الشوط الاول اللي هو ماتش الذهاب، وماتش العوده هيكون تحصيل حاصل ان شاء الله. ممكن نشوف بقى يعني بعض التغييرات اكيد في التشكيله، ممكن نريح بعض اللعيبه، يعني هتبقى مباراه سهله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله طبعا. وان شاء الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي والصعود بنتيجه كبيره كمان، يعني ان شاء الله على جوان كتير يمتعنا النادي الاهلي زي ما بيمتعنا على طول زي ما تعودنا كمان منه. احنا في النهايه بنشكر حضرتك جدا الناقد الرياضي عمرو يوسف، شكرا ليك جزيلا. يعني الاحمر اللي انت لابساه ده مش انتماء للنادي الاهلي؟ ده احمر وابيض. لا انتماء للاهلي والزمالك. ده انا حاولت اثبت لك كل يوم احاول على الهواء يعني اشوف انتماء لانهي نادي، فالنهارده جايه برضو اهلي وزمالك. اهلي زي مفيش فايده. لا طبعا بتمنى الفوز للفريقين يعني طبعا. انا مبسوطه جدا بفوز النادي امبارح، ومبسوطه فعلا بادائه، وانا اهلاويه حتى الصميم، فان شاء الله الاهلي دايما، وفي مباراه العوده كمان يرفع راسنا، فان شاء الله الاهلي دايما والمارد والاحمر رافع راسنا ان شاء الله.